مساء الخير واهلا وسهلا فيكم بسحبه جديد مع اللوتو اللبناني. اليوم الخميس 2/2/2017، هالتاريخ عند كتار بيعني لهم دو دو، بقى ان شاء الله يكون في اشخاص اخذين 2 و12 و22 ويعني طابات كثير. ان شاء الله اليوم بحلفكم الحظ وبتتوجوا مليونيريه مع اللوتو اللبناني. اليوم السحب رقم 1480، اذا لليوم الخميس عندنا مرتبه اولى تعدت النص مليار. عم نحكي عن جائزه قيمتها تحديدا 567,283,315 ليره لبنانيه، هيدي قيمه المرتبه الاولى. قيمة المرتبة الثانية التراكم بس فوق ال 50 مليون، جايزتنا أكيد فوق ال 120 مليون ليرة إذا الله رد. أما بالنسبة لزيد عم نحكي عن سحب عادي لأنه مرة الماضي ربحت الجايزة، مبلشين بجايزة قيمتها أكثر من 34 مليون ليرة، تحديدا الرقم قدامكم على الشاشة. بدي أقول أكيد مساء الخير للست تريزا مسلم مندوبة وزارة المالية وعضو لجنة الرقابة على أعمال وصحوبات اللوتو اللبناني. أهلا وسهلا فيك ست تريزا. أهلا وسهلا فيك. بدنا نقول مبروك لشخص ربح المرتبة الثانية بسحب اللوتو من سحبين، يعني خميس الماضي سيد بيير سعد ربح 30 مليون، أو بيير سعيد ربح 30 مليون ليرة. ألف مبروك لك لبيير. إلى مكانة اللوتو اللبناني مع سحب جديد. منبلش مباشرة، منشوف الطابات 42 بيتم إدخالهم إلى مكانة اللوتو اللبناني، ورح نبلش مع أول طابة. أول طابة لليوم بالسحب رقم 1480، راح تحمل الرقم 35 35. الطابة الثانية 32 35 32. تسعة وعشرين 35 32 29. الطابة الرابعة 7 32 35 7 29. سبعة واحدة وأربعين. والطابة السادسة والأخيرة وهي الطابة طبعاً الأساسية لجائزة المرتبة الأولى 9 26. صار عنا 26 29 32 35 7 41. هودي هن الطابات الستة. أما الطابة السابعة الإضافية لجائزة المرتبة الثانية تحمل الرقم 14 41 و14. هودي هن طابتنا. إذن نرجع كمان مرة منشوفهم وراي على الشاشة، رح يبينوا ورانا على الإكران الطابات كلهم 7 4 و3، بينوا الطابات. اذا هودي هن طابتنا بالسحب رقم 1480 لليوم الخميس 2 شباط 2017. ننتقل من لعبه اللوتو الى لعبه زيد. مع زيد طبعا عندنا رقم رح يكون مؤلف من 5 طابات، وبزيد بدكم تصيبوا الارقام ورا بعضها لحتى تقدروا تربحوا كل المراتب. نبدا مع اول طابه ونفس رقم السحب 1 4 8 0 7. الطابة الثانية 0 6 0. كمان 7 7 0 7. الطابة الرابعة رقمها 7 0 7 3 7 0 7 3. الطابة الخامسة والأخيرة 2 رقمها، وصار عندي رقم 23707 2 3 7 0 7. نزلوا طابة زيد ونزلوا طابة اللوتو. بعد البريك بنرجع لكم مع النتائج، انطرونا. وتسعين % من اللبنانيات اللي جربوا بديل الزيت بينصحوا فيه لصديق. وانت؟ ابتكار مصمم مخصوص للمرأة العربية، الفيف بديل الزيت المغذي من لوريال باريس. زيت الأرغان مع الأوليو كيراتين ممزوجين بكريم بيغذي الشعر بالعمق.
شعري ناعم مثل الحرير، لمعانه ما إله مثيل، وريحته ولا أروع. جديد الفيف بديل الزيت المغذي من لوريال باريس، بديل الزيت الأغنى لشعر أجمل. وهلأ وفري 20% على مجموعة الفيف، غير شامبو بتغير شعرك. ما بحب ألعب بالسيارات أنا، ولا مرة بكيت محل الألعاب كرميل سيارات اللي قديه حمرة. جيمز وما جيمز تضيع وقت. حب أقرأ استزهار، شجرتي يا شجرتي يا أحلى شجرة. صار فيني أخذ الواندر ويفر هلأ. واندر ويفر، ويفر هش محشي لكريمة البندق ومغطى بالشوكولا الغني. واندر ويفر طعمه بتعمل عجايب. كنت مفكرة أنه كل فراش الأسنان مثل بعض، طبيب أسناني قال لي لا. بمساعدة أطباء الأسنان صممت فرشاة أورال بي برو أكسبرت بدقة الشعيرات المتعكسة حتى تنظف الأسنان بفعالية أكتر وتعطيك مستوى نظافة أفضل للأسنان. بنصيحة نقابة أطباء الأسنان في لبنان. ساعة 3 الفجر مع حفاظ عادي. شش ماما هون. الساعة 3 الفجر مع بامبرز. بامبرز هي الحفاضة الأكثر جفافاً بلبنان. على عكس الحفاضات العادية، حفاضات بامبرز فيها طبقة امتصاص إضافية بتساعد طفلك يبقى جاف، وهيك بيتهنى بنوم هادي طول الليل. وهلأ جرب العبوة الاقتصادية الجديدة ب 16750 ليرة بس. بامبرز بيتمني لكم كل الحب والنوم واللعب. انت بعدك بتحلق بالطريقة القديمة؟ جرب جيلات بلوتو بلاس، فيها شفرتين بطبقة من الكروميوم وشريط مرطب بيشتغل بمجرد ملامسته للمي. رح تتفاجأ من سلاسة بلوتو بلاس بالحلاقة، وحتتفاجأ أكتر من سعرها المناسب، لأنه بلوتو بلاس تدوم حتى 4 مرات أكتر من ناس التو. جيلات بلوتو بلاس حلاقة سلسة جداً وبسعر مناسب. جيلات، ما يستحقه الرجال. شو جديد عائلة آدم؟ البابا شاري فاري، بس بعد فيه شو بيعمل؟ وبعد 3 أسابيع رجع جاب معه فاري. نقطة واحدة من سائل فاري كافية لإزالة الدهون على كتير من الصحون، لهيك فاري بدون مرتين وأكتر. شفت اللي هيك كمية من فاري ما بتخلص بسنة. This is piece of Latino's treasure. It's against the law. This treasure belongs to me. الأيام الصعبة بشوفها حلوة زهرية، لأن هي فرصة دلع حالي فيها. أولويز بإحساس نعومة القطن، سطحها الناعم والكريم المرطب بتقدم لك حماية مرتين أنعم. مع أولويز الزهرية، أيامها حلوة زهرية ونعومتها زهرية. جربي نعومة أولويز المضمونة، ومستعدين نردلك قيمتها إذا ما عجبتك. دوني المركز رقم 1 بالعالم. بالرجعة من المدرسة كلن بدن يغمروا، عرقان تعبان وين بده يروح، يهرب ابدا مش مسموح. شو سر الغمرة؟ دوني المركز منعم الأقمشة، ضيفيه للغسلة لانتعاش بدوم حتى مع التعرق. دوني المركز. شاكيرا بتقدم كريست 3 دي وايد ديلوكس، ولو ما كنتي تحت الأضواء ممكن تجيك الفرصة بأي لحظة، لهيك سلمي ضحكتك ل 3 دي وايد ديلوكس. بيزيل حتى 90% من البقع وبيساعد على منع تكوينها من جديد، لأن ما في شيء بيخطف الأضواء قد ابتسامة الـ 3D White. كريست 3D White Deluxe، مع ابتسامة بيضة الحياة بتضحك لك. لازم ننطر الماما بروتوكولياً. وين جامبون برمير شوا؟ تأخرت بروتوكوليا. مع لوتو لبنان في لبناني، في ناس بتخسر وفي ناس بتربح، بس اللي أكيد إنه كلنا منعيش الحلم والأمل مثل ما دايما بقول. ستة لازم سلم موجودة لحتى تراقب صحبات اللوتو وتأكد لنا أرقام الطابات للعبتين. رح نبلش أكيد ومثل العادة مع لوتو لبنان. تفضلي ترز. صاحب لوتو رقم 1480 تاريخ 2 شباط 2017. الطابات الستة الأساسية هن 35 32 29 7 41
26 والطابة السابعة الإضافية 14. هودي هن الطابت، وبيبقى عنا النتيجة أولى 500,000 ربحت أو رح تتأجل لنهار التنين؟ قول الله. ياي 190 مليون وشوي، شو حلوة المرتبة الثانية وشبكة وحدة. خي 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 16 شبكة بيربحوا أكثر من 3,400,000، حوالي 1,000 شبكة بيربحوا 60,000 تقريبا، و 13,822 بيربحوا 8,000 ليرة. خي فشت لي خلقي جائزة المرتبة الثانية بسحبنا لليوم، لكن لدودو طلع حلو هالتاريخ. ربحت الجائزة من مكتب رقم 2607 من عند محل سان جورج بمرج عيون، منطقة مرج عيون. ألف مبروك لرابح الشبكة. هيدا بالنسبة طبعا للوتو اللبناني. هلا بما أنه اليوم الجائزة الأولى ما انربحت، رح نضطر أنه نهار التنين تتراكم الجائزة لتكون شي 700 مليون ست ريس تقريبا. إيه بال 700 إذا الله راد. حلوة 700 مليون، يلا عم نقرب على المليار. هيدا بالنسبة للوتو. أما بالنسبة لزيد تفضلي. سحب زيد رقم 1480 تاريخ 2/2/2017. الرقم الرابح هو 23,707. هالرقم يلي فيه سبعات، وعادة سبعة علامة النصر. هيدا نشوف كمان بزيد إذا الأولى انربحت. الأولى اللي عم نحكي عنها فوق 34 مليون ليرة. أولى 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 ما معها خبر الربح، بس الربح دائما موجود بتابلوياتنا، بيتعبوا أكيد من تحت لفوق. الورقة بتنتهي بالرقم 07 بتربح 4,707 45,000 و 3,707 450,000 ليرة. وبما أنه بين على الشاشة 75 نفهم أنه نهار التنين الجائزة بتكون سبيسيال. إذا الله راد الجائزة بتكون سبيسيال. بالنسبة للمرتبة الثانية باللوتو، لأنه اليوم انربحت عم نرجع نبلش ونقلع بجائزة قيمتها فوق 80 مليون أكيد. هيك تنكون مضمونة نعم. بالجيبة. شكرا لك ست ريس. ميرسي لك سنة. بما أنه الوقت عم بعد في وقت لا عم تقلي عجلة أوكي. بما أنه الوقت راح يبلش يخلص، خلينا نذكر الناس أنه فيهم يلعبوا لوتو من خلال www.lldj أو playlebanon.com. فيكم تراجعوا LLDJ وقتها بدكم. أكيد فيكم تتصلوا بالشركة لتسألوا أي سؤال له علاقة باللوتو وتتوضح المعلومات اللي عندكم يا وقت بيلتقوا فيه ناس قولوا لي كيف وليش وهيك. تتصلوا على 01-332-633 وبتاخدوا التفاصيل اللي بدكم إياها. فيكم تلعبوا لوتو على السيلولار على 10-20. خلصت الدقيقة ولا بحكي بعد بول؟ أوكي شكرا لكم. نحن رح ننتقل على يومية لحتى نقدم سحب جديد. أما اللوتو بلاقيكم إذا الله راض نهار التنين. كونوا كتار وتابعونا. باي.